معنا عبر الهاتف المحامي توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام الحقوقية. أستاذ توفيق، مطالبات عديدة أطلقتها رابطة أمهات المختطفين للإطلاق أو الإطلاق سراح أبنائهم المخفيين في سجون الميليشيات، أين هذه المواضيع وهذا الموضوع بالتحديد من ملف المعتقلين؟ مساء الخير لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. في حقيقة الأمر تأتي هذه المناشدات لرابطة أمهات المعتقلين التي تترك بعد فشلها ملف المعتقلين على المستوى السياسي، سواء على مستوى المفاوضات التي تبنى مفاوضات ستوكهولم التي أخذت الذي أخذ ملف المعتقلين حيزا كبيرا فيه، والذي كان من المفترض أن يبدأ حلته في 20 يناير 2019، أو حتى في مفاوضات الرياض الأخيرة بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية، والذي تجاهل أيضا ملف المعتقلين بصورة كبيرة جدا. اليوم ملف المعتقلين هو أحد المآسي اليمنية الكبرى للانقلاب جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية في عام 2014 من شهر سبتمبر. وبالتالي لكن أستاذ توفيق، فقط في هذه النقطة نتحدث عن المخفيين قسرا، أي من هم ليسوا أسرى أساسا، ليسوا أسرى حرب. هؤلاء أخذتهم ميليشيات الحوثي من منازلهم وهم مسالمون مدنيون ليس لهم أي علاقة بالحرب وأخفتهم. لماذا لا يتم تحريك هذه القضية دوليا والضغط عليهم؟ هم ليسوا أسرى حرب وليس لهم علاقة بما يحصل من مفاوضات تبادل أسرى، ربما جنود حرب أسروا هناك أو هنا أو هناك. لا، هو ملف المعتقلين بشكل كامل في اليمن هو ملف مدنيين لم يكونوا في المعركة. المعتقلين الذين في صنعاء، المعتقلين الذين في عدن، في تعز، في الحديدة، هم في حقيقة الأمر معتقلين تعسفا، من لم يعرف مكانه إلى اليوم، هذا يصنف ضمن دائرة المخفي قسرا. لكن بشكل عام هم في الأغلب مدنيون. اليوم هنالك في العاصمة صنعاء نحن نعمل على إصدار تقرير جديد بعنوان الموت البطيء، هنالك معتقلون منذ 3 و4 سنوات داهمهم المرض، لا يجدون الرعاية الصحية، لا يجدون الدواء، لا يجدون المسكنات، وبالتالي هؤلاء اليوم يموتون موتا بطيئا، وتدفع وتتحمل أسرهم تكاليف كبيرة للعلاج، إضافة إلى حالتهم المعيشية المادية الصعبة. اليوم هذا الملف للأسف الشديد الأمم المتحدة تعلم بحجم هذا الملف، المنظمات الدولية تعلم بحجم هذا الملف، تقريبا كل العالم أصبح يعلم بملف المعتقلين والمخفيين قسرا في اليمن. لكن ليس هنالك إرادة سياسية. استطاعت جماعة الحوثي للأسف الشديد أن تجر الأطراف جميعا بهذا الملف إلى الدائرة السياسية. وإشكالات ربما إشكاليات اليمنيين ومشاكلهم تبدأ من أساسة وتنتهي معهم. توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام الحقوقية، شكرا جزيلا لك.